مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقة اليوم خاصة برنامج تسميد ديال عمق زراعة البطاطا. وزراعة البطاطا بحالها بحال جميع الخضروات باش تعطي إنتاج جيد، كتحتاج زيادة على المواد العضوية مجموعة من العناصر المعدنية الكبرى الصغرى والثانوية، واللي كل واحد والدور ديالو ولاش كيصلاح. وإلا بغيتي دير برنامج بالعقل ديال تسميد البطاطا ديالك، عندك طريقتين. الطريقة الأولى كتعتمد على التحاليل ديال التربة وديال الأوراق، وكتطبق توصيات ديال المختبر اللي كيفسر فيها برنامج التسميد وكيفصل فيه الكميات اللي خاصنا نجيبو الأوقات المناسبة، ومعلومات على الحموضة والملوحة والمواد العضوية إلى آخره. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، الطريقة الثانية التقديرية كتعتمد على الطوناج اللي كتوصل ليه والحسابات اللي يمكن تستعملها باش تحسب الكمية اللي خاصك ديال لانكريد. فباش تنتج كل طن من البطاطا خاصك تجيب من 3 إلى 3.5 كيلوغرام الأزوت صافي، ومن 1 إلى 1.5 كيلوغرام الفوسفور صافي، ومن 4.5 إلى 6 كيلوغرام البوتاسيوم صافي. وكتحتاج البطاطا كذلك الكميات مهمة من الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت. فبالنسبة للتسميد ديال عمق زراعة البطاطا، فالدراسات بينات باللي قبل الغرس يمكن تجيب 40% من الأزوت زائد 100% من الفوسفور و 40% من البوتاسيوم. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فمثلا إذا حددنا معدل 50 طن في الإنتاج ديال البطاطا، فالاحتياجات من العناصر الكبرى بالنسبة لتسميد العمق وقبل غرس ديال البطاطا نجيبو 40% من احتياجات الأزوت، أي 64 وحدة أو كيلوغرام الأزوت صافي، زائد 100% من الفوسفور، أي 75 وحدة أو كيلوغرام الفوسفور صافي، زائد 40% من البوتاسيوم، 100 وحدة أو كيلوغرام من البوتاسيوم صافي. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، لازم نذكروك باللي في حالة النقص الحاد من المغنيسيوم والكالسيوم، فمن الممكن تجيبوا في التربة مع تسبق الأرض قبل الغرس كمية مهمة يمكن توصل 50 كيلوغرام المغنيسيوم و 70 كيلوغرام الكالسيوم. وفي حالة النقص القليل نعتمدوا على رشة إلى 2 رشات وقت النمو على الوراق. والمزيد من المعلومات ندعوكم لزيارة الموقع الإلكتروني www.agripedia.ma. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.